فاكرين جملة باز يطير إلى اللانهائية وما بعدها؟ الجملة دي أصلا بتاعت ستيف جوبز، وكان قصده منها إن الإبداع ملوش حدود. طب إيه علاقة الجملة دي بموضوعنا؟ في الفيديو ده هخليك تواجه تحدي من نفس النوع ده، لغز ما تقدرش حتى أجهزة الكمبيوتر تحله. أيوة أنت سمعت ده بشكل سليم، التحدي ده عجز محركات الشطرنج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما. على سبيل المثال ستوك فيش أقوى محرك شطرنج معروف على عمق 77 نقلة، وبعد مرور أكتر من ساعة أضاها في تحليل الموقف وحساب أكتر من 2 مليار احتمال ما قدرش يحله، ومفيش نتيجة غير التعادل. فلو عايز تشوف الشطرنج من منظور جديد كلياً، وعندك فضول تعرف حل واحد من أصعب ألغاز الشطرنج الموجودة، ومستعد تخوض تجربة ما تنساهاش أبدا وتخليك تفكر في الشطرنج بطريقة جديدة تماما، فبكل تأكيد مش هتبقى عايز تفوت أي لحظة في الفيديو ده. وعارف ايه أفضل جزء؟ إنك حتى لو كنت لاعب شطرنج متمرس متمكن، فمن المؤكد ان اللغز ده هيتحداك ويفاجئك. لغز هيخليك حرفيا قاعد على حافة الكرسي بتاعك لحد نهاية الفيديو. اكتب لي في التعليقات اسم محرك الشطرنج اللي بتستخدمه عشان يساعدك في تحليل ادوار والغاز الشطرنج، ولو عندك اي سؤال يخص الشطرنج هتلاقي الايميل في وصف الفيديو، ابعت لنا عليه وهنجاوب على كل اسئلتكم. اهلا وسهلا بكم في قناه اكاديميه الشطرنج للمبتدئين والمحترفين. اللغز بتاعنا النهارده اسمه المساله المستحيله من سلسله لا مانع من استخدام الكمبيوتر. اللغز ده عمل ضجه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من استخدام اقوى محركات الشطرنج الا ان كل اللي شافه لقى صعوبه في حله. اللغز ده وضعه لاعب الشطرنج التشيكي الراحل ماريو ماتوس، مواليد 1947 وتوفي 2013. وعايز اقول لكم ان الراجل ده ساب لنا كتير من اعماله الرائعة اللي هتستمر طول ما الشطرنج بيتلعب. اللغز ده هو شهادة حقيقية على مهارة ماتوس وخبرته وفهمه الشطرنجي. زي ما انتم شايفين كده في الصورة اللي قدامكم على الشاشة دلوقتي، محركات الشطرنج ستوكفيش وكومود وهوديني ما قدروش يحلوه ولا حتى على اعماق بعيدة، ومش شايفين نتيجة غير التعادل، وده بتحليل اقوى واشهر محركات الشطرنج. استخدمت ستوكفيش على جهازي عشان اشوف، لقيت انه على عمق 77 نقلة، وبعد مرور اكتر من ساعة اضاها في تحليل الموقف وحساب اكتر من 2 مليار احتمال برضو ما قدرش يحله، ومفيش نتيجة غير التعادل. الموقف اللي قدامنا دلوقتي الابيض يلعب ويكسب. طيب يلعب ويكسب ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بعضكم ممكن يفكر في نقله كش ملك بالوزير من على مربع الدي 6 كوين دي 6 كش ملك، بس الاسود هيرد بانه هيبعد الملك بتاعه لمربع جي 8 كينج جي 8، ودلوقتي يكمل التفريع كالاتي: جي تيك اتش 7 كش ملك، والملك دلوقتي هيخش في الاتش 8 في الزاويه. ليه ما ياخدش البيضة؟ والنقله بتاعت كينج اتش 8 نقله قويه، لانه لو اخذ البيضة كينج تيك اتش 7 دلوقتي الوزير كش ملك من الاتش 2 وهينزل على الجي 8 كش ملك بالوزير من الجي 3، واي مربع هيروح فيه سواء الاف 8 او الاتش 8 هنزل بالوزير على الجي 7 كش ملك مات الملك. عشان كده احسن نقله هنا للملك انه يخش على الزاويه كينج اتش 8 نقله قويه عشان ما ياخدش مات. طيب الابيض دلوقتي هيلعب بيشوب اي 7، ودلوقتي الاسود هيلعب نقله قويه ثانيه اللي هي كوين بي 5، ومفيش طريقه للفوز. بعضكم هيفكر في نقلة تانية، وهي نقلة ان انا اكل البيدق بتاع الرخ جي تيك اتش 7 وعايز ارقي البيدق في النقلة الجاية، لكن برضو الوزير الاسود هياكل الفيل بكش ملك. طيب نشوف نقلة كمان. دلوقتي بعضكم هيقول لي خلاص انا هنزل بالبيدق في الجي 7 كش ملك، لكن برضو كل اللي هيقدر يعمله الاسود في الموقف ده انه هينزل بالملك على الجي 8، ومفيش طريقة برضو للفوز. طب نعمل ايه؟ نلعب كوين ياكل الحصان في الاي 8، برضو مفيش اي مشكلة، الوزير الاسود هيطلع دلوقتي على الاي 6 كش ملك في حمايه البيضة، ومفيش طريقه للفوز. طب ايه احسن نقله هنا للابيض عشان يكسب؟ اثناء ما انت متحمس كده عشان تعرف الحل، بفكرك تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
النقلة ديت هي كوين سي 8، نقلة جامدة جدا من الأبيض. دلوقتي بيهدد بكش مميتة بالفيل من على مربع الإي 7، وكمان مراقب مربع الإي 6 عشان الوزير الأسود ما يديش كش ملك للملك بتاعنا. الأسود دلوقتي هيرد إنه هيخش بالكينج جي 8. طب ليه ما يلعبش أي نقلة تانية غير الكينج جي 8؟ لأنه فرضا لو أكل البيدق بتاع جي 6 ببيدق الإتش، دلوقتي هلعب بيشوب إي 7 كش ملك، لازم يخش على طول بالكينج في جي 8، اكل الوزير بالوزير بتاعي كش ملك وبعد كده اديله كش مات. جميل. افرض مثلا لعب كوين اي 6 كش ملك، مفيش اي مشكله، هناخد الوزير الاسود كوين تيك اي 6 اف تيك اي 6، ودلوقتي جي تيك اتش 7، والنقله اللي جايه هرقي وزير وهموت الملك الاسود لا محاله. وبعدين نعمل ايه؟ افرض لعب نايت سي 7 بيحمي الوزير بتاعه ويأمل ان انا اكل الحصان بالوزير ويهرب من المات، لكن الابيض مش هيعمل كده. الابيض دلوقتي هيدي بيشوب اي 7 كش ملك، كينج جي 8، جي تيك اف 7 شوكه للملك والوزير، ولا محاله غير ان انا اخد الوزير وهموت برضه بعد كده. عشان كده احسن نقله للاسود في الموقف ده انه يلعب كينج جي 8. دلوقتي الابيض هيرد بيشوب سي 7، هي دي التضحية، النقلة المفتاح، النقلة القوية جدا عند الأبيض اللي من خلالها هيكسب الجيم دوت، هيكسب النهاية دي. بيضحي بالوزير، الوزير طبعا مربوط على الملك ما يقدرش يمشي، لازم ياكل الوزير، تمام؟ طب يعمل ايه؟ دلوقتي ما يقدرش ياخد الفيل بالحصان، ظن منه ان هو بيحمي كده الوزير بتاعه، عشان انا هلعب جي تيك اف 7 كش ملك، ونفس الشوكه اللي قلنا عليها، وزيره مربوط على الملك ما يقدرش ياكل البيدق، وهاخد الوزير وهموت بعد كده لا محاله. اذا فهو مش هيلعب النقله دي، هو هياكل الوزير بتاعي اجباري كوين تيك سي 8. دلوقتي هلعب بيدق في بيدق جي تيك اف 7 كش ملك كينج اتش 8 في الزاويه. طب ليه ما يروحش على مربع الاف 8؟ لو راح على مربع الاف 8 على طول بيشوب دي 6 كش ملك مات الملك، ملوش اي مكان يروح فيه. جميل. يبقى هو مضطر دلوقتي يخش على مربع الاتش 8 كينج اتش 8. دلوقتي واضح ان الاسود او الملك الاسود لقى ملاذ في زاويه الرقعه، يعني مستريح. لا خالص، دلوقتي هنلعب بيشوب اي 5، نقله قويه جدا. ايه الفكره من النقله دي؟ الفكره من النقله دي اولا الملك مش قادر يروح على مربع الجي 8 بسبب البيدق، وكمان انا بهدد دلوقتي بهجوم بالكشف كش مات بالفيل، لما امشي بالملك الفيل يموت الملك الاسود. دلوقتي هيلعب كوين سي 5، بيراقب مربع اف 8 عشان ما رقيش البيدق، وكمان عايز ياكل الفيل. طب امال لو لعب حاجه تانية غير دي، يعني مثلا اتش 5، على طول انا همشي بالملك كينج جي 6 كش ملك بالكشف مات الملك. طيب خلاص مش هيلعب اتش 5، وهيلعب كوين دي 8 كش ملك كينج اي 6 كش بالكشف بالفيل ومات الملك برضو في الموقف دوت. عشان كده احسن نقله ليه انه يلعب كوين سي 5، نقله قويه، بيراقب مربع الاف 8 عشان البيدق ما يرقيش، وكمان بيراقب الفيل عايز ياكل الفيل. جميل جدا. الابيض دلوقتي هيلعب نقله جامده جدا، ركزوا فيها لان هي النقله دي نقله الجيم. هيلعب بيشوب بي 2. طب ليه ما راحش بيشوب اي 1؟ هتعرفوا في وقتها. بيشوب بي 2 نقلة قوية جدا، الفيل لقى مساحة ان هو يرجع، والنشاط الهايل بتاع الوزير مش كافي لزعزعة الملك الابيض، لان الكش بالكشف متعلقة فوق راس الملك الاسود. الملك الاسود خلاص مهدد بكش بالكشف، زي سيف دموقليس بالظبط. سيف دموقليس ده مثل بيتضرب دليل على التهديد بالخطر يعني. طيب يعمل ايه الاسود في الموقف دوت؟ لازم يلعب نايت سي 7، نقلة قوية. بتعمل ايه النقلة دي؟ النقلة دي بتحد من تحركات الملك الابيض. الملك الابيض مش قادر يروح على جي 7 بسبب الملك الاسود، مش قادر يروح على جي 6 بسبب البيدق، مش قادر يروح على جي 5 بسبب الوزير، اف 5 بسبب الوزير، اي 5 بسبب الوزير، اي 7 بسبب الوزير، والاي 6 دلوقتي بسبب الحصان. فخلاص الملك الابيض محبوس في المربع اللي هو فيه. دلوقتي الابيض بعد النقلة دي واضح انه اتجمد في مكانه، مفيش تهديد بالكشف. طالما الملك متجمد في مكانه مش قادر يمشي، مفيش تهديد بالكشف، ومش قادر ارقي البيدق عشان الوزير هياكله بكش. اعمل ايه؟ دلوقتي الابيض هيلعب نقله جامده تاني، هيلعب بيشوب اي 1. دي نقله بقى
مفتاح. ايه الفكرة من النقلة دي؟ النقلة دي بنسميها زوج زوانج. زوج زوانج يعني بيوقع الاسود في حيط بيص، خلاص ما قداموش مجال غير انه يلعب. القطع بتاعته لو اتحركت مات الملك. زوج زوانج اتحط في حيط بيص، اي حاجة هتتحرك عنده هيموت. ما قداموش غير انه يحرك البيدق بتاع الكنار، بيدق فايل الايه. هيعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي هلعب A4 بيشوب B2 A3 بيشوب A1. هنا بقى فايدة النقلة الخامسة اللي قلت لك عليها، لما الفيل رجع للبي 2 قلت لك دي نقلة قوية، وهقول لك على الشرح في وقتها. النقلة بتاعت الابيض لما جه بالفيل في البي 2 فادته دلوقتي، لانه دلوقتي اللعب على الاسود. لو كان اللعب على الابيض ما كانش يقدر يجي بالفيل في البي 2، البيدق هياكله. ما يجيش بالفيل في السي 3، الوزير هياكله. في الدي 4 الوزير هياكله. في الاي 5 برضه الوزير ياكله. ولو رقه مش هرقي، ما انا باكل بكش، لازم تاكل. والملك يطلع يلحق البيدق اللي بيرقي ده، والبيدق الاسود هيرقي والاسود يكسب. امال الابيض يكسب ازاي؟ بانه رجع الاول في النقله الخامسه للبي 2 مش للاي 1. عشان كده دلوقتي النقله على الاسود، فبيلعب البيدق في اي 2 بيشوب بي 2 اي 1 بروموت كوين. الاسود جاب وزير تاني، بيشوب تيك اي 1، ودلوقتي خلاص وقت الاسود بينفد، لازم يتحرك. اجراس الجنائز تدق. يعمل ايه الاسود في الموقف ده؟ مضطر يتحرك. نايت دي 5 كش ملك، كينج اي 6 كش بالكشف، لازم يغطي على الكش دي. نايت سي 3 بيشوب تيك سي 3 كش ملك، كوين تيك سي 3، ودلوقتي اف 8 بروموت كوين. الابيض رقى وزير بكش مات، وهنا الابيض كسب الموقف ده في 13 نقله ما لقاهاش الكمبيوتر، ما عرفش يحلها. اقوى محركات الشطرنج، اقوى الجراند ماسترز، ما عرفوش يحلوا الموقف ده. الفكرة في الموضوع ان الكمبيوتر مش هيلاقي الحل الا لما تقوله عليه، وعلى اعماق بعيدة كمان. زي الصورة اللي قدامك على الشاشة دلوقتي، ستوك فيش 15 على عمق 239 نقلة، ستوك فيش 15.1 على عمق 146 نقلة، وفابرا 12.3 على عمق 138 نقلة. ولكن ده استغرق وقت قد ايه؟ ده لو بيلعب ماتش كلاسيك وقته هيخلص ومش هيعرف يكسب. هي دي الطريقة اللي بيعمل بيها الشطرنج. نفس الطريقة دي هي اللي بنفكر بيها في جميع مراحل الدور، افتتاح وميدل جيم ونهايات. زي مثلا النهاية الصعبة حتى على بطل العالم في الشطرنج ماجنس كارلسون، اللي هتشوفها في الفيديو اللي هيظهر قدامك على الشاشة دلوقتي. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم بالدراسة دي واستفدتم من حل. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا عماد السنباوي، ودي قناة أكاديمية الشطرنج للمبتدئين والمحترفين. اشوفكم في الفيديو القادم. تحياتي.